ده بقى اللجنة اللي فوق الاتحاد يا عمري يا جنايني. أنا بقى منتخب. من مين؟ لا مين يعني جنسيتهم ايه؟ مصريين. أنت بتعين من أجانب. أنت الفيفا أبو برنيطة هو اللي عينك. أنت أبو برنيطة هو اللي عينك، أنت صدقت نفسك أنت واللي معاك ولجنتك؟ ده احنا ساكتين بس عشان الدنيا تعدي. تاني أنا اللي انتخبني مين؟ مصريين. أنت اللي عينك مين؟ أجانب. أنت ما اسمعش صوتك لا أنت ولا لجنتك، وأدي حكم المحكمة أهو في عينك. وعشان كده قلت لا تجرؤ ولا تملك. أدي حكم المحكمة، محكمة القضاء الإداري. خلي بالك. اتفضل. لغتله اللجنة الأولمبية بقى اللي هي رئيسة مين؟ الاتحادات، اللي هي رئيستك لو انت جايب الانتخاب. اتصدقت نفسكم؟ فانا مش عايز اغلط في اللي طلع القرار لانه بالتاكيد قاضي، انما في قانون. انا ما بتظلمش لان انا عندي حكم محكمه قبل كده، انما هشتكيك عند وزير العدل وتفتيش القضائي عشان يعلمك القانون اللي انا بعلمه لك دلوقتي.